عليكم متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وصباحكم مبروك، ويا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا. وكيف ما ديما اكيد كل صباح كنديروا جوله بمدينه الدار البيضاء، كنشوفوا الاجواء كي دايره وكنشوفوا الشوارع كي دايره. وكذلك كنطرح معكم واحد النقاش خصوصا دابا مع اقتراب عيد الاضحى. السؤال او النقاش اللي غنطرح معكم هو واش ممكن انكم تسلفوا باش تشريوا الأضحية ديال العيد؟ غناخد التعليقات ديالكم. خديت صباح الخير وصباحكم مبروك اخويا. الموضوع ديال اليوم هو واش ممكن انك تسلف باش تشري الأضحية ديال العيد، لان كنشوفوا الظاهره بزاف، يعني الناس اللي ما عندهمش، الله يحسن العوان والله يجيب الرزق لكل واحد. ولكن الا ما عندوش ماشي كيقول لك صافي ما عنديش نجلس، لا يقول لك نتسلف باش نشري الحولي. حاولوا تشاركونا بالاراء ديالكم. ابراهيم صباح الخير، صباحكم مبروك خويا. سما صباح الخير اخويا، صباحكم مبروك. جمال قال لك انا بعدا لما يمكنش، يعني ما يمكنش انه الا ما كانش عنده يمشي يتسلف. شكرا خويا على الراي ديالك. قالتك الله يحسن العوان، يعني كل في التعليقات كل واحد الرأي ديالو، كل واحد كيفاش كيفكر، كل اللي عنده عادي، كل اللي ما عندوش عادي، يعني كل اللي يقولك بأنه عنده عادي أنه يتسلف باش يشري الحولي، كل اللي يقولك لا ما يمكنش. خالد اخويا صباح الخير وصباحكم مبروك. عبدو قالك الله يفاجئ على الجميع، امين يا رب العالمين والله يرزق كل واحد. رامي قالت لك حنا في اوروبا عندنا عادي، ولكن الله يكون معاهم. شكرا اختي وصباحكم مبروك.
مشاهدينا الكرام ومتابعي قناه شوف تيفي، وصلنا الى نهايه البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم بث مباشر جديد، والله يرزق كل واحد كيف ما كنقولوا ديما، والله يعاون الجميع، واللي ما عندوش الله يسهل عليه يا ربي. ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر جديد.